متواجدو في ولاد زمام النواحي ديال بني ملال تبارك الله. جينا ضياف عند واحد السيد اللي معروف السيد الذهبي اللي معروف بالخيل ومعروف بعالم السيارات. جايب لكم واحد المفاجاه عنده زوينه. اول حاجه عقلوا ولاد زمام كاين الجامعه القرويه اولاد زمام تتفوتها كاين رون بوين كاينه الصيانه الدوريه للسيارات عند الذهبي راه هي في البوطه. غادي تدوروا على اليسار ديال هذا الرون بوين هذه تهبط واحد كيلومتر تقلب حد الذهبي على اليسار محل تبارك الله ديال العجلات الصيانه السيارات الميكانيك تريسيان البنوات اي حاجه عنده الاواخر ديال الاواخر. ودابا غادي نمشيو طوموبيلتنا لعنده اجوت كبير. السلام عليكم الاخوان، تحياتي للجمهور كامل اللي تيتفرج فيا من طنجة حتى للقويرة كاملين. اليوم تنتواجدوا في ولاد زمام النواحي ديال بني ملال، واليوم جينا عند خونا الذهبي الغني على التعريف اللي كان معروف بالخيل ومعروف بالطبوريده تبارك الله، ودخل المجال ديال لا ميكانيك ودخل المجال ديال السيارات. اجي معايا السي مصطفى باش نعرفوا بالسيد الذهبي. السيد الذهبي حنا ضيف عندكم اليوم هنا في ولاد زمام تبارك الله عليك. هو السيد الذهبي الغني على التعريف تبارك الله، جاب واحد الحاجه اللي ما ديريناش بزاف ديال الناس وعجبتني انا شخصيا، هي من غير عنده هذا المحل تبارك الله الكبير. اجي معايا السي مصطفى، تتوفر على الوحده المطابقه للصيانه ديال الدوريه ديال السيارات اللي تتخدم 24 ساعه على 24 7 ايام في الاسبوع. وهادو هما النوامر ديال الدراري اللي تيجيو بهاد السياره هادي. تقدر تكون انت واقفه بك الطوموبيل اون بان في اي بلاصه في المغرب، فين ما كانت واقفه بك الطوموبيل يمكن لك تعيط 5 دقائق 10 دقائق على حسب البلاصه فين كاين، تصيفط اللوكاليزاسيون تتوقف الطوموبيل عندك. رويضه سكور تفرق عليك البنو شي حاجه شي مشكل في التريسيان في الميكانيك كلشي تيجيبوه، خاصك تاع البلاكيت يجيبوه لك. الدراري ناضين تبارك الله، خدمه عندهم سريعه ومتقونه. ومن غير هادشي قرب عندي السي مصطفى واحد شويه لهنا، الزبون فاش تيجي موفر لهم حتى واحد المقهى تبارك الله زويون اللي تيريح الزبون مرتاح والطوموبيل ديالو تدخل كلشي تيكون مرتاح كلشي تيكون مزيان. وزيد على هادشي غادي نوريكم بزاف ديال المفاجات. دابا اجي معايا السي مصطفى لهنا باش تعرفوا علاش كاين هاد السي الذهبي. مازال ما ساليناش وجبنا لكم الجديد وتبارك الله شي حاجه اللي دخلها السي الذهبي اللي حديثه في العالم كامل، تكنولوجيا اخر ما كاين تبارك الله ديال الباراليزم. اجي معايا السي مصطفى شوف ليا هذا الباريل تبارك الله تتركب باراليزم بلوتوث ترودي اخر ما كاين تبارك الله. جي معايا السي صافي هنا شوف ليا السي الذهبي شنو اللي تخلينا راه تخلينا الاواخر ديال الاواخر ما كاين لا خيوط لا والو. الباريل تتركب كلشي بلوتوث تبارك الله. شو الباريل يدير قرب عندي السي صافي هنا الباريل الطوموبيل تتعبر بلوتوث ترودي هنا متصله بهذاك ليكرون كبير تبارك الله تما تيعرفوا كلشي راه هي فين طالعه بالرويد كلشي تتعبر تتعطيك داك الشيء الدقه والتفاصيل ما كاينش الغلط. هنا ما عندهمش الغلط كاع نهائيا. وحاجه اخرى اللي غادي نقول لكم هو مازال جايب لكم من جديد عند السي الذهبي عنده تبارك الله كلشي. تبع هنا السي مصطفى غادي نشوفوا دابا بياس لوشونج اللي تيتوفر عليه السي الذهبي في المحا كامل ما بين لي بلاكيت اي حاجه خاصها. هنا الزيوت الواعرين كاع ديال الطوموبيلات لي مارك الواعرين كاملين ها هما مسكين هنا. ومن غير الطوموبيلات كاينين ديال الروكلات ديال الكيران البوكلينات غات بيلار كلشي كاين. دابا دخل معايا السي مصطفى تشوف هنايا بياس لوشونج اللي عنده تبارك الله كلشي منظم كلشي مسكين. هنا يا سي مصطفى كاين كلشي اي حاجه خصاتك في البولات ديال التريسيان في لي بلاكيت في الزيت في المهم البياس الرقيق ديال الطوموبيل في اي حاجه البيرو تبارك الله كلشي كاين. الروايح اي حاجه خصاتك في الطوموبيل بغيتي ديرها في الطوموبيل كاينه هنايا كلشي تيتوفر عليه السي الذهبي. وتبارك الله عليك والله الا تنحييك بزاف السي الذهبي تنحييك بزاف والله والله الا تنحييك بزاف. هاد السيد هذا تبارك الله الجوده والخدمه وراه صحابنا كاملين تيجيو في قيب نصارح سوق السبت بني ملال اي واحد يجي عند السيد الذهبي في ولاد زمام غنعطيكم لوكاليزاسيون. دابا السي مصطفى ما بقى لينا الا غندوزو بلاصه اخرى عاوتاني. عندنا بزاف ديال المفاجات زيد ما قلتلكمش بلي راه كاينين لي كونفلور عنده باش تعمر الكليمه باش تغسل الرادياتور الاثمنه جد مناسبه عنده كلشي ولي جونت اي حاجه خصاتك كاينه ولا ما كايناش جي سير كوموند بنوات عنده تبارك الله ماركات عالميه معروفه. سي الذهبي مدخل لكم كلشي على الكليان تيجي طوموبيل من غير البنوات والجوانت والدريساج ديال لي جونت وكلشي عنده طلاصه ديال الميكانيك. جاي معايا السي مصطفى هنا والله تبارك الله عنده ديال الميكانيك عنده كلشي تريسيان طولوري هنا تيدير دياغنوستيك ها هما لي زاباري اللي عنده بي سي ولي تابليت تيعرف لك المرض ديال الطوموبيل تيجبدوا لك الطوموبيل تكون مريضه ما تديها للطبيب لا والو جيبها لهنا عند السي الذهبي تمشي بخير كلشي عنده تبارك الله هنا. بلاصه ديال الميكانيك طولوري الا كانت عندك شي ضريبه خفيفه عنده طولوري عنده تريسيان وكما تنقول لكم ديما الاثمنه جد مناسبه وعنده الوحده المتنقله اي بلاصه كانت حاصله بك الطوموبيل غادي تعيط على السي الذهبي ما
ما تتعرف انت الا الطوموبيل غادي تكون امرشه ترجع لوليداتك بخير. دابا السي مصطفى غادي نزيدو نوريكم اخر حاجه طلعت السي الذهبي اللي تمشي بها الزبون تمشي فرحان، تقدر تمشي لخدمتك تحط الطوموبيل تدوز من جميع المراحل تتوصل دابا لافاج تجي انت تتركب القيطه تمشي في حالاتك بحال ما كاين حتى شي حاجه. يلا معنا السي مصطفى. النهايه ديال هذا الفيديو وديال هذا الاشهار الزول اللي درنا السي الذهبي اللي يستاهل ونعم الرجال اللي معروفين تبارك الله على الصعيد العالمي ماشي غير في المغرب. اخر حاجه غنوريكم هي لافاج اللي السي الذهبي تيسهر على الراحه ديال الكليان وتيصيفط الكليان ناشط. هنا لافاج كاين عندهم لافاج كومبلي، بغيتي لافاج عادي اي حاجه تقدر تجي تغسل الطوموبيل بلا ما تصايب عند السي الذهبي في الميكانيك ولا في شي حاجه. مرحبا بكم السي الذهبي ما تيحيد حتى واحد حتى شي حاجه. وهنايا كاين خونا الحسين اللي غادي نوريكم خونا الحسين واحد الدراري الزوينين عند السي الذهبي. تبارك الله الضحكه الزوينه هذه تعطي الزبون كل شيء. واجي دخل معايا السي مصطفى راه غادي نوريكم واحد الحاجه اللي زوينه هنا، حاجه اللي معروفه في لافاج وما كايناش في لافاجات بزاف. لافاجات تمشي تيديروا لك الصابون البندي صافي. هنا كاينين لي برودوي كاملين من طقطق حتى السلام عليكم، من الطابلو لي جونت للموتور كلشي ديال الكاروسري ديال الموتور جوانت ديال الطابلو ليبري. ها هما الطابلو ليبري، الريحه الا بغيتيها تولي تعطي زوينه تدار في الطابيات في كلشي الشامبوان اي حاجه ديال البنوات كلشي تيتوفر عليه السي الذهبي. تيقول للكليان انت جي امر وانا نعمل. يعني السي الذهبي واحد من الناس اللي عمرها دار هنا في ولاد زمام وجينا عنده وراه صديق ديالنا. واي واحد كاع الناس اللي تتفرجوا فيا في فيديوهات تنصحكم باش تجيو عند السي الذهبي غتمشيو مرتاحين. كما تنقول لك جي نقي حط الطوموبيل تدوز من جميع المراحل تتكمل في لافاج تبقى الطوموبيل محطوطه تتمشي ناشط. السي الذهبي شكرا بزاف بارك الله عليك. الله يحفظك السي الذهبي. الله يحفظك. شكرا بزاف السي حسين. الله يكبر بكم وشكرا بزاف بارك الله عليكم. الله